وانا ليه كل ما ادخل في علاقة وابتدي احكي للشخص اللي قدامي عن كل حاجة في حياتي يمشي ويسيبني؟ ومين قالك تحكي له او مين قالك تحكي لها كل اللي حصل او كل شيء عنك؟ ما قد يكون ده خطأ، لان في بعض الاحيان الانسان لما بيحكي لحد عايز يعمل علاقة معاه، علاقة جواز او علاقة خطوبة، فاحكي له كل اللي حصل في حياته، قد يكون ده بيحكي له بعض الاسرار وبعض المعاني اللي بينه وبين ربنا، حتى لو كانت، وخاصة لو كانت دي من المعاصي او الاثام التي ربنا كتبها عليه وحصل في حياته. لازم يبقى عندك شوية اسرار حتى عن اقرب الناس اليك. هذه الاسرار بتكون بينك وبين ربنا، مش لازم حد يعرفها. ممكن يكون خطأك ان انت بتحكي كل شيء عنك، مش لازم كل انسان يبقى زي ما بيقولوله يكون كأنه متعري قصاد الناس. لازم تكون انت عندك احساس بنعمة وقيمة الستر في حياتك حتى عن اقرب الناس عنك. ليه طيب؟ لان انت لما بتحس بقيمة الستر بتحس بقيمة الصلة والسر اللي بينك وبين ربنا. وعشان كده غير من طريقتك في التعامل مع الناس. مش كل اسرارك ولا كل حكاويك ولا كل اللي كان بينك وبين ربنا تحكيه لاي حد، حتى ولو كان ده اللي هتعيش معاه طول حياتك، تدخل معاه في علاقة جواز. عيش مع الله سبحانه وتعالى ونعم بستره لما تحافظ على السر اللي بينك وبين ربنا. عيش واسعد بستر الله، ويا رب وفقنا ان احنا نكتشف ذواتنا وعلى الدوام نعيش بأنوار الاكتشاف ده في معيتك.